النشرة الرئيسية والفضائية التربوية. مساء الخير، البداية دائما مع العناوين. برعاية الرئيس الأسد تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء وجرح العجز التام. مجلس الوزراء يستعرض مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الاستراتيجية لتعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل. ووزارة التربية تحدد شروط التقدم إلى الفحوص مفاضلة معهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية. أهلا بكم. برعاية السيد رئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، أقامت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالتعاون مع الإدارة السياسية حفلا تكريميا في دار الأسد للثقافة والفنون للطلبة المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لعام 2024 من أبناء الشهداء وجرحى العجز التام. برعاية سيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، أقامت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالتعاون مع الإدارة السياسية حفلا تكريميا في دار الأسد للثقافة والفنون للطلبة المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لعام 2024 من أبناء الشهداء وجرحى العجز التام. ونابع عن السيد الرئيس في رعاية الحفل السيد العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع. بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. وألقى السيد العماد ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها تهاني السيد الرئيس للطلبة المتفوقين وتمنياته القلبية لهم بدوام الصحة والنجاح والتفوق في جميع المراحل الدراسية ومختلف مناحي حياتهم. وأشار السيد العماد إلى أن هذا التكريم يحمل معاني ودلالات كبيرة تنبثق من الاهتمام المباشر لقائد الوطن، كونه يأتي تقديرا لأهمية التحصيل العلمي والتفوق الذي حققوه خلال مسيرتهم الدراسية، لافتا إلى أنهم اليوم يؤكدون إصرارهم على مواصلة نهج آبائهم عبر الاجتهاد والمثابرة والتفوق، مجسدين بذلك صورة أخرى من صور الدفاع عن الوطن وإعلاء رايته خفاقة في سماء المجد والإباء. وأكد السيد العماد في كلمته على أهمية العلم والمعرفة، ودعا الطلبة المتفوقين إلى مواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف في ميادين البحث العلمي، انطلاقا من أن العلم بمفهومه الشامل يشكل الأساس الأقوى لبناء الوطن وتقدمه وازدهاره. ثم قدمت مجموعة من مواهب نادي محافظة دمشق عدة فقرات فنية. وجرى خلال الحفل تكريم الطلبة المتفوقين وتوزيع الشهادات. وحياة قلبي وأفراحه وأنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. كتير لحتى وصلت لهذا المجموع، بذلت كتير جهد وكان في كتير فضل لأهلي، وأكيد يعني نتشكر سيد الرئيس بشار الأسد علي. الحمد لله رب العالمين، نجح وتفوق، الفضل الأول والأخير كان للسيد الرئيس بهالشي اللي قدم لنا إياه بعد ما استشهد والده، يعني المدرسة الخاصة والاهتمام، والحمد لله نجح وجاب اللي بدنا إياه ورفع راسنا. بشكر سيادة الرئيس على هالتكريم الحلو، بفتخر أن يكون قدوي لأخواتي، قدوي للجميع. شكرا للسيد الرئيس على هاي المبادرة الحلوة اللي خلتنا نحس ولو بتقدير
على تعبنا وسهرنا دائما. بهدي نجاحي وتفوقي لروح والدي وبتشكر السيد الرئيس على هاي المكرمة الحلوة. فرحة نجاحي أكبر من الفرحة بالحياة، ونحن حاليا بعد تفوقنا من أفضل لحظات حياتنا هي إنه نشوف حالنا عم نتكرم، عم نشوف نتيجة تعبنا، عم نشوف إنه جهدنا ما راح على الفاضي. وطبعاً نشكر السيد الرئيس على هاي المكرمة اللي عم يقدم لنا إياها، عم يشجعنا لحتى نتفوق ونتميز. طبعاً نشكر سيدة أسماء الأسد ونتمنى لها الشفاء العاجل كونها هي راعية التميز والإبداع دائماً وأبداً. استعرض مجلس الوزراء مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل، والتي تشمل تفعيل دور المدارس التقنية ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على بناء مشروعاتهم بناء على أفكارهم وزيادة الاهتمام بمدارس التعليم المهني مع إدخال اختصاصات جديدة تسهم بتسهيل دخول سوق العمل، إضافة إلى وضع منظومة للتعلم الرقمي ونشر الوعي بأهمية هذا التعليم وتأهيل المدرسين لتطبيقات الذكاء الصناعي وتطوير الكتاب التفاعلي. وأكد المجلس على أهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ الاستراتيجية ووضع نظم تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتفعيل دور الموجهين التربويين وزيادة الاهتمام بالتعليم في الحلقتين الأولى والثانية والاستفادة من تقانات الاتصالات والمعلومات في العمليات التعليمية. أعلنت مديرية التربية والتأهيل التربوي في وزارة التربية شروط التقدم إلى الفحوص الفنية التي تؤهل الطلاب الناجحين فيها إلى مفاضلة معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية التربية الموسيقية للعام الدراسي 2024-2025 في محافظات دمشق والقنيطرة، درعا، السويداء، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، الحسكة ودير الزور. وحددت الوزارة الفترة الممتددة من الأول وحتى الثامن من أيلول القادم موعدا لتقديم طلبات الاشتراك في الفحوص الفنية، مبينة أن الفحص الفني لمعاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية سينفذ الثلاثاء في العاشر من أيلول القادم الساعة 10 صباحا ولمدة ساعتين في المكان الذي يحدد في إشعار قبول طلب الاشتراك في محافظات دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور والحسكة. كما حددت الوزارة الفحص الفني لمعاهد التربية الموسيقية يومي الأربعاء والخميس في 11 و12 من أيلول القادم من الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء العمل في المكان الذي يحدد في إشعار قبول طلب الاشتراك في محافظات دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية ودير الزور والحسكة. تواصل دورة الحد من العنف في المدارس تدريباتها النظرية والعملية لمعلمي وإداري مدارس ريف حلب. ضياء قدور والتفاصيل. تواصل مديرية التربية بحلب دوراتها التدريبية لكوادرها التربوية والتعليمية التي تقام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت عنوان الحد من العنف في المدارس. نحن حاليا في تدريب الحد من العنف المدرسي. هذا التدريب ينفذ من قبل وزارة التربية بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسيف. التدريب هو فترة تجريبية لمشروع سيتم تعميمه على كافة مدارس القطر. أخذنا حاليا 6 مدارس في محافظة حلب. سيتم تدريب كامل الكادر التدريسي والإداري في هذه المدارس، ومن ثم يتم تطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر مستمرة. سيكون هناك متابعة لتطبيق البرنامج خلال فترة التطبيق التجريبية، من ثم الوقوف على النتائج لمعرفة مدى تأثير هذا البرنامج ومدى الأثر الإيجابي الذي حققه والوصول إلى الغاية المرجوة منه. 60 مشاركا من المعلمين والإداريين من مدارس ريف حلب يتم تدريبهم لمدة 5 أيام بشكل نظري وعملي. دورات التدريبية للمعلمين في المدارس ضمن مشروع الحد من العنف في المدارس، طبعا نحن اليوم بالأسبوع الثالث. المادة التدريبية اللي نحن عم نوصلها للمعلمين هي إيش هو العنف، أشكال العنف، آثار العنف، شو هي الاستراتيجيات اللي ممكن نحن نتبعها للحد من العنف، سواء من جعل البيئة الصفية البيئة آمنة أو الضبط الإيجابي للطلاب أو الإدارة الصفية. يشمل برنامج الدورة التعريف بالعنف وآثاره والتعامل مع السلوكيات الصعبة
والنقاش المركز، إضافة للإدارة الصفية ونادي الأطفال. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. حددت جامعة دمشق موعد امتحان الدورة التكميلية، دورة الخريجين لطلاب السنوات الأخيرة الذين يحملون 4 مقررات على الأكثر العام الدراسي 2023-2024، مشيرة إلى أن موعد الامتحانات التكميلية يشمل جميع كلياتها في دمشق وفروعها في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وأن التسجيل يبدأ من الأحد في 8 من شهر أيلول القادم وحتى الخميس في 19 من الشهر ذاته. وننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير. مساء الخير ماهر. تفضل. مشاهدينا جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. واصل برشلونة انتصاراته محققا فوزه الثالث تواليا، والذي جاء على حساب مضيفي رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح أوناي لوبيز التسجيل لفايكانو في 9، وأدرك بيدري التعادل لبرشلونة في 60 قبل أن يبصم داني أولمو على هدف الفوز في 82 من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة ارتقى الفريق الكتالوني إلى صدارة ترتيب الليغا برصيد 9 من 3، متقدما بفارق 2 عن فياريال صاحب المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري. وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا تأهلت أندية يونغ بويز السويسري وسبارتا براغ التشيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاء ذلك بعد فوز يونغ بويز على مضيفي غلطة سراي التركي بهدف وحيد سجله آلان فيرجينيوس في 87 ليؤكد الفريق السويسري تأهله بعد الفوز بـ3-2 ذهابا بالدور التمهيدي. كما فاز سبارتا براغ على ضيفه مالمو السويدي 2 ليكرر ذات النتيجة من مباراة الذهاب في الأسبوع الفائت، وليتأهل بفوزه برباعية نظيفة في مجموع المباراتين. وسجل لوكاس هارسلين وألبيون رحماني هدفي سبارتا براغ في 82 أما سالزبورغ فتعادل مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1، وتقدم سالزبورغ بهدف آدم دغيم في 12، وأدرك الفريق الأوكراني التعادل بهدف فلاديسلاف فانات في 29، وكان الفريق النمساوي قد فاز ذهابا 2-2. وفي كرة المضرب عوض الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا تأخره بمجموعة ليهزم الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات 4 الكبرى في كرة المضرب، وهي مباراته الأولى منذ قضية المنشطات التي طالته. وتمكن سينر من تحقيق الفوز بـ3 مقابل 1 وبواقع 6-2 و2-6 و6-1 و6-2 على حساب خصمه المصنف 40 عالميا. وسيواجه سينر في الدور الثاني الأمريكي أليكس ميكلسن. أعلن الهلال السعودي تعاقده الرسمي مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويأتي التعاقد مع كانسيلو من أجل تعويض رحيل سعود عبد الحميد الذي انضم لصفوف روما الإيطالي بشكل رسمي. ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي بعنوان جواو كانسيلو يعلو من قمم الكوكب إلى الهلال. ووقع كانسيلو على عقد انضمامه للهلال لمدة 3 مقابل حصوله على 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية عدة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود إليك ماهر. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة. نعود لنذكر بالعناوين. برعاية الرئيس الأسد تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء وجرح العجز التام.
مجلس الوزراء يستعرض مذكرة وزارة التربية بخصوص الرؤية الاستراتيجية لتعزيز نظم التعليم وربطها بسوق العمل. ووزارة التربية تحدد شروط التقدم إلى فحوص مفاضلة معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.